مازلنا إذا نطرح موضوع صالح، زعيم رابع في ذمة الربيع العربي والانتفاضة لا تقبل الصفحة. أتحول إلى صنعاء. دكتور مجيب، عدد كبير من اليمنيين اتهم علي عبد الله صالح بالإسهام في فتح ملفات الجنوب والقاعدة، وأنه لا يريد لمن يأتي بعده أن يتمكن من إحداث نقلة نوعية في حياة اليمنيين تجعلهم يشعرون بفداحة الوضع الذي كان عليه اليمن وقت حكمه، زمن حكمه. كشركاء أنتم اليوم في العملية السياسية، ما هي خططكم المستقبلية لتفنيد هذه الاتهامات على الأقل، وتحسين أوضاع اليمنيين وتعويضهم عن 11 شهرا من جوع وانقطاع الكهرباء ونقص في الخدمات؟ وهذا الكلام يا علي عبد الله صالح. في الحقيقة اسمحي لي أثمن كلام الأخ الأستاذ عمر عبد العزيز الذي أبدأ كلاما طيبا بأنه يجب علينا الآن بدء صفحة جديدة، وكما قال الدكتور القباطي أيضا إحنا على أعتاب مرحلة جديدة، يجب أن نطي صفحة الماضي. إحنا الآن في عملية بناء ويمن جديد ومعالجة ما خلفته الأزمة 11 شهر من قطع الكهرباء للماء لاحتياجات المواطنين من مشتقات النفط إلى غلاف الأسعار إلى هذا الجانب. فكان كلام طيب وأنا أتفق مع هذا الكلام، ويجب أن تكونوا مصالحة ومسامحة، ونعمل كيمنيين بغض النظر عن أي اعتبارات حزبية أو مناطقية أو إلى آخره. فاليمن هو أكبر من أي حزب وأكبر من أي شخص، هذا يجب ما ننطلق منه. فهذه المرحلة تستدعي منا العمل بروح الفريق الواحد بعيد عن أي كيدية أو العمل بالفعل ورد الفعل. أما موضوع ما يطرح أنه الأخ الرئيس موضوع ما يحدث في الجنوب أو القاعدة، الكلام هذا أعتقد أنه ليس له أساس من الصحة. لا أعتقد أنه هناك استخبارات أجنبية، هناك أقمار صناعية تعرف حقيقة الأمر وتعرف أنه القاعدة تمثل خطر كبير في جنوب الجزيرة العربية وفي اليمن، والكلام هذا غير موضوعي نهائيا. طيب أنتم في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، هل لديكم ربما خطط جديدة، استراتيجيات جديدة لتساهموا بصورة فعالة في مستقبل اليمن في هذه المرحلة الانتقالية المهمة جدا في تاريخ اليمن الحديث؟ أكيد إحنا في معانا إن شاء الله خلال الشهر القادم اجتماع المؤتمر عام للحزب، سوف يتم مناقشة في جميع القضايا وعمل استراتيجية المرحلة القادمة والتلافي مع شركائنا في الحكم على الخروج من هذه الأزمة وعلى حل كافة الإشكاليات وعلى معالجة الأزمة الحقيقية، وهي في الأساس الأزمة هي أزمة اقتصادية بامتياز في حقيقة الأمر. نعم، سؤال بنعم أو لا، هل لديكم ربما حوار داخل المؤتمر وداخل الأمانة العامة للتخلي عن علي عبد الله صالح كرئيس للحزب بصراحة؟ لا 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 نهائيا، الكلام هذا ليس له أساس من الصحة. طيب. الأخ الرئيس، عفوا أختي الكريمة، الأخ الرئيس هو رجل ديمقراطي إلى أبعد حد، يحترم الرأي والرأي الآخر، هذا كلام بصدق أمانة يعني. طيب. ورجل حوار وطني، وأتمنى عليك أنه خلال مسيرتي الوطنية يتعامل مع كافة القضايا والأحداث الوطن على مبدأ الحوار، والحوار الوطني هذا أساس. كان هناك أجندة في شمال الشمال ودعم للحوار، كان هناك أجندة في جنوب الجنوب ودعم للحوار. الأخوة في اللقاء المشترك من 2006 إلى اليوم كان يدعم إلى الحوار. فالأخ الرئيس رجل ديمقراطي ورجل وطني، وليس هناك أي أساس للكلام. على كل بحسب عدد كبير من المراقبين، نعم، صالح رحل وترك اليمن، ترك فيه قواعد حزبية، ترك فيه تجربة سياسية وحوار دام لسنوات، وهذا الكلام لعدد كبير من المراقبين. أتحول إليك دكتور قباطي. دكتور، هل فعلا هناك بوادر انفراج خاصة مع إزالة المظاهر المسلحة في الشوارع الرئيسية خاصة في صنعاء، أم أن المخاوف من انتكاسة في العملية الانتقالية بمجملها والعودة للمواجهات ما زالت مطروحة اليوم من وجهة نظرك؟ في الحقيقة الموقف والمشهد لا زال هشا، يعني حتى الآن نحن قلنا بأنه نتعشم أن نكون قد دخلنا بداية مرحلة جديدة، ولكن لا يجب أن نقلل من المصاعب التي تنتصب أمام بقية الفترة الانتقالية الأولى، وهي الشهر هذا إلى وقت الانتخابات، وبعدين على مدى العامين القادمين، وبالذات في ظل وجود بعض الإخوة الذين يصرون على عدم طي صفحة الماضي. طي صفحة الماضي يعني التخلي بالكامل عن نهج الماضي،
ليس فقط خطابه وإنما نهجه، نهجه في التوجه ويعني اعتماد مبدأ المراوغة واعتماد المناورات، يعني الحديث الآن الذي يتفضل به أخي الآنسي يدلل على أن المؤتمر الشعبي لم يستطع حتى الآن أن يتصالح مع نفسه. يعني يجب أن يكون هناك في وضوح مسألة عودة علي عبد الله صالح على المشهد السياسي، يعني توجه نحو تفجير المشهد مجددا، والكثير من الراقبين يجزمون بأنه لن يعود، ونتعشم أن يكون هناك لديهم الجرأة في المؤتمر الشعبي على أن يقولوا بأنهم تحولوا إلى بداية حزب، بداية عمل حزبي حقيقي، لكي يكون لديهم الشجاعة بأن يقول هذا الرجل انتهى، أصبح جزء من الماضي، ولدينا خطاب جديد ونهج جديد بعيد عن المراوغات والمناورات، لأن عودة هذا الرجل على المشهد السياسي في الفترة القادمة وقبل أن تكتمل الخطوات، يعني إعادة هيكلة القوات المسلحة وتموضعها، يعني هناك مخاطر حقيقية تنتصب أمام المرحلة الانتقالية القادمة وربما ينفجر الموقف. أود أن نواصل في هذه النقطة التي أثرتها دكتور محمد القباطي، وهي التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، وتوجه بالسؤال إلى دكتور عمر. دكتور، ما هي الملفات الشائكة التي تواجه اليمن اليوم وكل الأطراف المشاركة في هذه العملية الانتقالية؟ أنا أعتقد أن عتبة الانطلاق الرئيسية الآن هي تسوية الملعب السياسي بدقة العبارة، ولا يمكن تسوية الملعب السياسي إلا على قاعدة بنية مفاهيمية وحوارية ونظر للأشياء اتعاظا مما كان على مدى السنوات الماضية. كل الآلام والويلات والمتاعب والأنين الذي مرينا به في اليمن، هذه الأشياء لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولابد من تسوية الملعب السياسي، لأن هذه هي الضمانة الأساسية والأكيدة للدخول إلى معترك الحياة، لأن هنالك استحقاقات كبيرة جدا على مستوى الاقتصاد، على مستوى الاجتماع، على مستوى التربية، على كل المستويات. يعني بالنسبة لك السياسة أن تأتي في سلم الأولويات قبل الملف الاقتصادي والاجتماعي؟ الوطني لا، بالتوازي بطبيعة الحال، ولكن مؤتمر الحوار الوطني سيمثل المدخل الأساسي والجوهري لتسوية الملعب السياسي على قاعدة الاعتراف بكل الأطياف الموجودة، وعلى قاعدة شرعنة هذه الأطياف السياسية على الأرض، وعلى قاعدة استيعاب أن هذا الملعب يتسع للجميع، والتخلي عن ثقافة الحزب السلطة، وهي واحدة من الثقافات السيئة ليس في الزمن السياسي اليمني ولكن حتى في الزمن السياسي العربي. صحيح. إذا كنا اليوم سنتحدث عن مثالب المؤتمر الشعبي العام، فنحن كأنما نتحدث أيضا وضمنا عن مثالب الحزب الاشتراكي اليمني عندما كان حزب سلطة، ونحن نتكلم عن مثالب الإصلاح والمؤتمر عندما كان معا في السلطة. إذن هنالك مشكلة كبيرة تتعلق بالعلاقة بين الذاكرة السياسية التي تساهم في العملية الديمقراطية التعددية المقاسة على مقاييسنا وعلى ظروفنا التاريخية وعلى ثقافتنا الخاصة، وبين السلطة بوصفها أداة تنفيذ. لابد من أن نكون هناك مسافة إجرائية بين المستويين، وتبعا لذلك الآن أمام القيادة السياسية في اليمن وأمام القيادة الحكومية في اليمن مهام جسيمة وكبيرة، وأنا أعتقد أننا بدأنا نخرج من عنق الزجاج الحقيقة. لا أستطيع أن أتحدث عن هذه الأيام إلا بوصفها أيام ملحمية بالمعنى الإصلاحي للكلمة، ولا أستطيع أن أتحدث عن مخاضات الأشهر الماضية إلا بوصفها ملحمة تاريخية سجلها هذا الشعب، ليس فقط في التصدي للنظام ولكن أيضا في إدارة حياته وإعادة إنتاج حياته بطريقة سوية. وبالتالي هذه المقدمات تجعلنا أمام مسؤولية جسيمة، وعلى أن نرتقي في مستوى أدائنا السياسي والمؤسساتي إلى هذا المستوى. طيب سيد وسيم، يقول لكم البعض لماذا لا تشاركوا في هذه الأيام الملحمية كما سماها دكتور عمر، لماذا لا يكون دوركم أكثر إيجابية من أجل تسوية ومشاركة في تسوية الملعب السياسي في اليمن، خاصة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم بسندوة زار مخيم ساحات التغيير وأنت تعرف ذلك في صنعاء، وأكد للشباب أن الثورة ستنتصر وستحظى بتغيير شامل يحقق ما خرجتم من أجله، هذا قاله لكم بسندوة. هل يؤسس برأيك هذا الكلام لأرضية الثقة بينكم وبين قيادات اليمن الجديدة، وكيف ستشاركون معهم بأكثر إيجابية؟ أولا أريد أن أؤكد مرة أخرى على أن كل ما يحصل هو نتيجة وجود الشباب في الساحات وممارسة الضغط
على سواء على السلطة أو على المعارضة التي أصبحت الآن سلطة لتحقيق أهداف الثورة، ولتوقف هذا الضغط أو عدنا إلى المنازل، نحن لا نثق حقيقة لا بعلي صالح ونظامه ولا بمن سيأتي، وليس سوء ظن، ولكن يجب أن نأخذ بالأسباب، أن نكون متواجدين حتى لو شاهدنا هناك أي انحراف في توجه النظام والسلطة الجديدة أو الابتعاد عن أهداف الثورة ومطالب الشعب اليمني، نكون متواجدين. هذا الغرض فقط يعني من استمرار. لا ترى أن بقائكم في ساحات الاعتصام يعرقل عملية البناء إن كانت السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ سنكون متعاونين في الوقت المناسب عندما نرى أن هناك فعلا تسوية للملعب السياسي. نحن عندما الآن أنا أريد أن أتحدث عن أمر هام، الشباب المتواجدين في الساحات ليس هناك طيش، بمعنى أن هناك نوع من الحماسة دون وعي لما يقومون به. هم يعلمون أن وجودهم لأسباب حتى يصلوا إلى مسألة تسوية الملعب كما تحدث الدكتور عمر عبد العزيز. إذا تحدثتم عن انتخابات حرة ونزيهة ليس فيها غلبة لأحد على أحد، فيجب أن يكون الجيش مؤسسة وطنية بعيدة عن الضغط لصالح جهة سياسية ضد أخرى. وبالتالي مطالبنا الآن بإسقاط بقاء نظام صالح الذي الأبناء هو جزء من هذه التسوية. كيف تنتظر أن 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 لا يكون الجيش أو أن لا يعمل الجيش لصالح نظام علي عبد الله صالح لصالح بقاياه ما دام أبنائه ما زالوا متواجدين على قمة هرم الجيش؟ وبالتالي كافة مطالب الشباب هي من أجل هذه التسوية السياسية. نعم نحن أيضا ندرك هذا الأمر، وفي الوقت المناسب سنشارك بإيجابية مع 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 أي سلطة قادمة في ظل تسوية فعلا للملعب السياسي، وحينما يكون الشعب اليمني أو المواطن اليمني قادر بحرية على اختيار من يمثله سواء في مجلس النواب أو في الحكومة، وقادر على مراقبة أدائهم وقادر على محاسبتهم وقادر على إسقاطهم في عملية ديمقراطية صحيحة. إذا ظل الجيش تحت سلطة العائلة فهذا لن يتم، وبالتالي سنظل حتى كأهداف ثورية سنظل حتى نتأكد أن كل الفاسدين الذين كانوا يمثلون خلل أو في توازن الملعب السياسي والقوى السياسية في اليمن يجب أن يرحلوا. أما بالنسبة لمسألة المحاكمة ومحاكمة الفاسدين فهذه حقوق وليست أهداف ثورية. أثرت نقطة مهمة جدا وهي نقطة المؤسسة العسكرية ومستقبل هذه المؤسسة الهامة، وهي ركيزة هامة جدا بالنسبة لليمن ولمستقبله. أتحول بالتساؤل لدكتور مجيب في صنعاء. في المؤسسة العسكرية بطريقة غريبة بقي أقارب صالح وبقي خصومه في مقدمتهم اللواء، طبعا مقدمة الخصوم اللواء علي محسن الأحمر. كيف يؤثر ذلك على عمل المؤسسة؟ وهل هناك ربما خارطة، هل هناك برنامج لإعادة هيكلتها في المرحلة القادمة دكتور مجيب؟ أختي الكريمة، أنا أعتقد أن المؤسسة العسكرية هي في عافية وتقوم بدورها بالشكل الكامل، وأن المتمرد علي محسن أو اللواء علي محسن عندما انشق هو انشق بفئة قليلة لا تمثل إلا نفسه أو تمثل خلينا نقول الجناح الإخوان المسلح أو المجاهدين إذا صح التعبير. وعندما نزل علي محسن إلى ساحات الشباب بدعوته أنه يحمي الشباب، هذا كلام غير صحيح. نحن نعرف الذين سقطوا من المؤتمر الشعبي العام والذي هربوا للساحات بحجة أنهم يحمون الثورة أو يحمون الشباب، وأنه بالحقيقة هم يحتمون بالشباب. هذا كلام. المؤسسة العسكرية هناك الأخ اللواء محمد ناصر وزير الدفاع، الجيش متماسك وأثبت قوته وجدارته في أبيان عندما ضرب معقل القاعدة في زنجبار وحرر مواقع كثيرة من زنجبار وآخرها في كذا. أما تفضلوا دكتور، فقط أود أن أذكرك أن هناك اعتصامات تدور الآن المطالبة بإقالة أخ الغير الشقيق للرئيس اليمني على رأس القاعدة الجوية. عفوا، أنا أحب أوضح نقطة. هذا العمل هو عمل مبرمج ومعد ومرتب له ومدفوع الأجر مسبقا، تمام. محاولة نقل الشباب أو المسيرات من الشوارع إلى المؤسسات هذه سقطت، وإنما هناك بعض المآرب الشخصية، وهذه الجماعات نراها اليوم في المؤسسة سين، غدا نفس المجموعة بثياب أخرى نراها في المؤسسات أو في المؤسسة عين. فهذا كلام غير صحيح. محمد صالح الأحمر من مؤسسي القوات الجوية ومعروف تاريخه، وإنما بعض الناس إذا لهم مثالب أو مآرب شخصية فهذا غير واقع. احنا نعرف انه الفرقة بقيادة علي محسن والاخوان المسلمين حاولوا عن طريق الضرب الحرس الجمهوري في أرحب فينا للاستيلاء على المطار ولم ينجحوا في ذلك. اتحول بالسؤال الى دكتور محمد.